دكتورة، نعم. هم اكو جهاز جديد بدون تدخل جراحي؟ طبعا اكو، اذا يعجبكم وتعرفوا تابعوا الفيديو. طبعا البادي تايت هو عباره عن منصه يحتوي على 3 قبضات، الاكيو تايت اللي نشد بيها منطقه تحت العين، والفيس تايت اللي نشد بيه منطقه الذقن، والبادي تايت اللي نشد بيه اي منطقه من مناطق الجسم، ممكن البطن، ممكن الخواصر، او ممكن الزنود. طريقة عمل جهاز البادي تايت يحتوي على مقبض يولد لنا موجات حرارية تعمل على تسخين الألياف الكولاجين والإلاستين الموجودة بالجلد، فراح تشد لنا الطبقة العليا من الجلد وراح يعطينا تقريبا نفس تأثير الشد الجراحي. طبعا نفس الجهاز يحتوي على منصة ثانية اللي هي منصة المورفيوس 8. المورفيوس 8 هو طريقة الوغز بالأوبر اللي تحتوي على موجات فوق الصوتية مطلية بمادة التيتانيوم اللي تصل إلى عمق تقريبا 8 مليم بالجلد، تعمل تقريبا نفس طريقة عمل بادي تايت اللي هي تحفز الكولاجين والإلاستين، فراح تعمل لنا على إزالة الخطوط الرفيعة، تشتغل لنا على المسام، على آثار حب الشباب، وتعطينا حتى نضارة وتوحيد للبشرة.